للأسف الشديد نادي ريال مدريد أعلن منذ لحظات قراره الرسمي رافضا مشاركة إبراهيم دياز مع المنتخب المغربي الأولمبي بأولمبياد باريس الشهر المقبل، والجامعة الملكية المغربية ستحاول آخر مرة لإقناع إدارة ريال مدريد للسماح لدياز باللعب. ولكن ما يهمنا في هذه الحلقة ما قاله إبراهيم دياز اليوم حول رفض نادي ريال مدريد مشاركته مع المنتخب المغربي الأولمبي في الأولمبياد. أولا، إبراهيم دياز من خلال تصريحاته أكد أنه يحب ويعشق المغرب عشق الجنون، حيث أكد دياز اليوم أنه يرفض قرار إدارة نادي ريال مدريد برفضه اللعب مع المنتخب المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس. كما أكد دياز أنه يحلم باللعب في الأولمبياد، فشرف لأي لاعب ارتداء قميص المنتخب المغربي في أولمبياد باريس الشهر المقبل. وتابع إبراهيم دياز تصريحاته قائلاً: سأحاول الجلوس مع إدارة ريال مدريد في الساعات القليلة القادمة من أجل إقناعهم بالسماح لي بالتواجد مع المنتخب المغربي. سأبذل قصارى جهدي في إقناعهم، وأعد المغاربة بأنني سأتواجد مع الأولمبي في الأولمبيات الشهر القادم. الله يا دياز الله، كل يوم ده تدخل قلوب المغاربة أكثر وأكثر، كل يوم تثبت أنك عاشق محب للمنتخب المغربي. في نهاية الأمر، حصري لحضراتكم ثلاثي الكبار الذي سيتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس هم إبراهيم دياز، أشرف حكيمي، وأخيرا وليس آخرا ياسين بونو.